النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه أثناء الهجرة، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. في أثناء الهجرة تبعه سراقة، قال له النبي الكريم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ ما هذا الكلام؟ رجل أهدر دمه 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ويقول لسراقة: يا سراقة، في فحوى كلامه أنا سأصل إلى المدينة سالما، وسأؤسس دولة، وسأنشئ جيش، وسأحارب أكبر دولة في العالم، دولة فارس، وسأنتصر، وسوف تأتي غنائم هذه الانتصارات إلى المدينة، ولك منها يا سراقة سوار كسرى. هي الثقة بنصر الله، الأمل، اليقين، الإصرار على تحقيق النتائج، هذه من صفات الأنبياء والرسل. وكل الدعاة إلى الله ينبغي أن يكونوا واثقين من نصر الله لهذه الأمة ولهذا الدين.